الصحابي الجليل الذي قتلته الجن وقالت فيه أبيات، هو سعد بن عبادة سيد من سادات العرب وأشرافهم، وهو سيد الخزرج من أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان رضي الله عنه وارضاه مسافرا إلى الشام في حوران، فبال في جحر أعزكم الله، فمات من حينه رضي الله عنه وارضاه وقد وجدوا جلده قد اخضر، وما عرفوا سبب موته حتى سمعوا أصوات الجن تنشد من داخل البئر هذه الأبيات: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، أصبناه بسهمين لم نخطئ فؤاده.